أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن من المصلحة الذاتية الوطنية والاقتصادية لكل بلد العمل معا لتوسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات والعلاجات بشكل كبير ودعم لقاح يكون منفعة عامة عالمية لقاح للناس متاح وبأسعار معقولة للجميع في كل مكان وافاد غوتريش ان المنظمات الصحيه الدوليه الرائده في العالم ومعاهد البحوث والمؤسسات والشركات الخاصه تعمل ليلا ونهارا لاثبات نجاح هذا النموذج الفريد